ألو، مساكم الله بالخير. اليوم 23 أو 22/1/2023، وهذا تسجيل بسيط جدا للتصويب المركب. فاللاعب 13 يلعب للاعب 7، اللاعب 7 يصوب على المرمى، بينما 13 يتابع الكرة المصوبة على المرمى، فيكون هناك مناولة من 13 إلى 7، 7 يصوب على المرمى، 13 يتابع بنفس الوقت التصويب، اللاعب رقم 10 يمرر الكرة لمنطقة الجناح عشان اللاعب رقم 4 أو 11 أو 9 فينطلق اللاعب الجناح للكرة، وبنفس الوقت ينطلقون اللاعبين 3، 10 للعمود القريب و7 للعمود البعيد، وكذلك ينطلق اللاعب الساند اللي عمل ريباوند 13 لمنطقة الوسط، فيكون هناك كرة عكسية أو كرة أرضية قاطعة. بعد عدد معين من التكرار وتبديل المراكز ينقل الهدف إلى جهة اليسار، ينقل الهدف إلى جهة اليسار، وتكرر العملية مرة ثانية عشان نطبق مبدأ هاو تو كوتش. ما نترك التطبيق فقط من جهة اليمين لجهة اليسار، إنما ننقل الهدف إلى جهة اليمين ويصير التمرين من جهة اليسار إلى جهة اليمين. دائما وأبدا الصلاة على سيدي رسول الله الهادي الأمين شفيعنا يوم الدين وعلى آل بيته الكرام وأصحابه الغر الميامين. أنا موفق المولى، وشكرا جزيلا لكل الأصدقاء المتابعين واللي يتصلون دائما. نعم أنا في بغداد إن شاء الله، وإن شاء الله يعني ربما يكون استقرار نهائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا.